شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. حطوا لنا لايك تعليق وتعالوا شوفوا الطيور الجديده اللي وصلت هسه. هاي الحمر اللي يطيروها ايش؟ هذا مقطع سريع مال الحمر، ما لنا علاقه بي. يدقوها يخففوها شباب. شوفوا شباب، رحت للكسره البارحه مراجع مع الدكتور هالامور، قلت خل ازرق اشوف شكم اكو. والله رحت لقيت زبيريات حلوة. أنا بالزبيريات ورطنا بيهن وطفر، ولقيت زوج أراف الألاج. غير حلو هذا الطير شباب، غير حلو هذا الطير. أنا كلش يعجبني هيك زبيري. المهم والله ذني هم طيروا فعال حلوات، لأني طواقة شوفوا حلوات والله كلش حلوات. خلنا نصعد البقية. شوفون شباب، هاي شوية تغيير للقناة عشان هذا الارفل عشان واقف. عشان هذا وهاي الاراف الالاج والله شباب كلش حلوة. وهاي الفحل ما شاء الله، شوفوا شباب هاي يعني للامانة ماكو شطيور، قليلة كلش قليلة شطيور. الجمال ما شاء الله شباب. دا ادور بعد هيش اللي عنده هيش، بس شلون هذا الفحل هيش تراجي على اساس ذني طيره فحل بعد ما شو هاي ترى فحل قلبات. هذا ذني هم جبناه هسه هم راح اشكله هنا ذبن ويا خواتل. شوفوا من اجى، لا تخلينا نصور لا. هاي كلش كلش حلوه شباب. وهذا الارفلي شوفوا هاي بي في مثل اللغلوغ هنا اللحيه، كلش كلش حلو. هذا الجبيري اخو اللي جبناه ذيك المرة. هسه اراويكم اخوه. هذا شوفوه، هذا اخو شباب، لان انا رحت جبته من نفس الرجال. فالظاهر يعني هو عنده خزين بالبيت مال الزبيريات، شغلته بس الزبيريات. ف من رحت اخذت من يمه ورجعت مرت الاخ طلع لنا بعد زبيريات. هذا اخو شوفوه ما تميز هذا عن ذاك. نعم ترشيه العفو باينج وترتيبات. خلي هسه شباب اشكلهم ينذلني يعني انا كنت خلهم من الدنابيس عندي هنا دنابيس هسه ونشكلهم. يلا راجع لكم. اي شباب عزلت لكم الرافل، قلت خلنا الصوره حتى تشوفوها شلونها. شوفوا ما شاء الله شباب، لاني سوريات ترى شباب مو طيورنا يعني. شوفوا الجمال، لاني طيره وفحل اللي جبناها جدد. طلع هذا الفحل الجديد ليش طيرته ومش جسم واقفه، وذني البقيه. هذا الفحل يخبر يعني صراحة شباب، يعني ابو زبيريات لو ما مورطنا ما يحسن يعني. ذني صدق طيور حلوة، واحد يتفرج عليها هين الين فد هيبة الين فد جمالية. شوفوا ما شاء الله هذا الفحل. شوفوا شباب هاي انتبهوا على هاي اللي جوا المنقار الخيط، تنتبهون شباب. هاي شوفوها، هاي بي مثل اللحية. شوفوا ما شاء الله شباب، بالأمانة كلش عجبني ذني الأراف، فلوس بيهن. صح أسعارها شوية غالية بس فلوسها بيها يعني. حلو واحد يربي كذا يعني. هسه أنا مستعد إذا لقيت بعد فد 5 زواج أسوي فد 10 زواج بس هيك طيور ننتج منهن نتونس عليها، نطلع منهن فرخاتهم نسوي لنا سطح. اي شباب طبعا شكلتهم كلهن هسه، طلعتهم هاي الزبيريات تتمشى. هاي الاراف 1 2 3 4 5 وهذا هياته هنا. انزل لي بلا زحمه عليك، الف رحمه على والدك. حلو الطير اللي ما يتعب، حلو الطير اللي ما يتعب. هذا التيدي همين الاصفر، هاي الزناقي
الزبيريات الوجبه الاولى والوجبه الثانيه. يعني الوجبه الاولى على اساس انا جايب شده. هسه ايش قصر عندنا زبيريات شباب حسبتوهن؟ لا الزبيريات صارن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 يمكن. احنا بالبدايه جبنا 4 والبارحه 6 10 زبيريات 2 4 5 6 7 8 9 10 10 زبيريات. طبعا شباب سويت هالثاني شطلت الفرختين اللي يطيرن ويحطن اللي جبناه من السيدية وهذا الثاني الجولدن هم شطلته لانه قامن يطيرن هواية يتأخرن فخاف لا يضيع. يعني هذا عندنا همين واحد اكو طوخ وين بالله هم دا يطير هذا يمكن هم خوش دا يطير هذا تيدي قافل على المسكي ان ثلاثه نفحله واحد قافل على الاخر. شباب عيني احنا بس نجيب شوفوا بدنا نزوجن ذن الزبيريات لان هذا الظاهر هذا جايب سطح كامل ودا يجيب قسم قسم للجمباز فكل ما دا اروح دا يعني صارت روحه مره مرتين فدا القى عنده. شوفوا شباب هذا شطلت الفرخات مال السيديه اطلع لي شويه برا. الارافل شباب راح نجيب لنا بعد كم زوج ونعزلن بقفص نتلت بالباب والله خبرتني هاي الباب. انا جيت هنا شو اسوي اريد اطير المسكي مو المسكي الزنقي نسد البيبان حتى بعدين يطبون. طبعا عزلت هاي هنا هم كم فرخه تيادي 1 2 3 هاي 6 عزلت شباب 6 وضعيتهم مو تمام يعني ما اعرف يصحاني يتمرضن يعني شوي يحرك لنا الجو ولا زعم عليك. هي 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 حلو ها طارن عندنا فرختين لان الفرخات اللي طارن هسه واحد مال السيديه وهذا اللي يطير صار كم يوم وياه يعني هم زين إنه ذني فرختين شوية شهادات حيلهن وهذا همين قوي. هسه شنو اللي طار عندنا؟ هاي 2 طار عندنا. هذا مال السيدية طبعا أنا هسه شطلته هو بعد واحد وياه قلت حتى شنو اللي سوى إنه سالفة يتأخرن لو ما أدري شنو هسه شطلته كون نشوف فائدة. هسه هو مشطل ويطير أعلى من داخل إن اثنيناتن مشطلات بس زيدت الشطل عود يعني صرت لوتي يتحتى شوية ندير بالنا عليه بس ما يفيد شباب. هذا تيجي الطيارة وتقعد ويريد يجي ما يريد بعدها شو يسوي. شوفوا هذا دي دقدق هذا واحد هذا اخوه طبق وياه بقى ذني 16-17 واحد عازلين 6 وجعانات انا اللي بقى اذا بقى عمي 7 فرخات وكبرين وصارن في حله وطواير نعمه فضيله. بعد نشوف ذن ايش راح يطلع من يمهن شي يطلع من يمهن هذا بعد كله نخليه كل وجبه نصعد لنا 4 6 4 6 لحد ما نوصل العدد حلو. يلا نطب سباق. شوفوا هذا منطار قبل نصه المشطه جديد شوفوا قبل نصه لان ثقلته هذا شويه خله حفظه هذا همين حتى من يحط هم شطله هم شطله حتى لا يضيع هذا خوش طير كلش خوش طير انا ذني بيهن 5 6 امورهن تمام. كل شيء زنجي والله يسوي هاي شباب هذا حد هذا مو مال السيدي هذا الثاني اريد اعرفه يا واحد تضرب رقم همين هو تعال اعطيك لك صوره الظهرة مو مشكله حتى نعرفه يا هو خلينا ننزل عرفت هذا حتى عينه حمراء
كراس كمينجار كراس دابولة. خليه ينزل شباب حتى نخليه رقم تليفون. هاي انتو هسه تشوفوه مثلا طال ربع ساعة مو مشكلة شباب، معطول من طيارة اصولي ويعين، ما عندنا مشكلة، ما عندنا اي مشكلة بي. هاي اليوم طار لربع ساعة، باكر يطير نص ساعة وراها وهو على غفلة بشوف هذا مو فتح جنحة. هذا هسه هذا 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 شوفوا شوفوا شباب، هذا نزل هسه هي عاد تشوفوا هذا ما دا يطير، هذا ما دا يطير اخو ذاك فوق صبغته احمر قام يطير مطيار خرافي، وهن نفس العمر نفس القصة. هذا شوية انضرب تنفسية وانضرب مرض، ذاك شوية حافظ على روحه. هاي هم فروقات. شوفوا هذا الجديد هسه هالايام بس يزوج لاي شيء، هذا شوفوا بس يزوج لاي شيء نفتح عن طيره. تعال خلينا نكش هذا مرت اللخ الزنقي. الله اكبر الله اكبر. هاي شباب رجعت لكم، هاي الصيد شباب، هذه كمان صيدتها وطفرت هسه، يعني تفتحها تعرف تدفع، بس تدفعها هي تقدر تطلع. هسه راح احولها هنا حتى ما تلفها بعيد. يلا راجع لكم. هاي شباب هاي حواليتها بهذا القفص حتى اقدر اشيلها اشمرها بغير منطقة. هسه تجين تتفضلين ويانا مرفستش انا للدوخينة شبي وقعدينا نبدا نطير. تعالوا خلينا نفتح الحفريات. ها شنو طار طلع ابوي ما ادري شنو. الحبريات نطير الحمر شباب، نطير الحبريات ونرجع على الحمر. نطير الحمر خلص عليه شو شكو ماكو فوق دقيقة. هو الجو صافي ما بي شيء. شنو هذا؟ هذا تاس عندك هنا. هذا صار يومين يبات برا شوف عيونه. يلا هي بس الأمراض. والله استخطى شمرهن. هذي خل عالجه. طيب علاج شو نسوي لات؟ هذيك صح صح. هو صار عندنا شعبة كسور. 6 فرخات 7 كل تنفسية. 2 4 6 وهذا السابع. كل تنفسية هني. يعني عيوني مسددة ووضعية تعبانة. خلنا نطير الحبريات. ثم ابيع الحبريات شباب، ثم ابيعها اذا جاب السعر حلو ابيعها، يعني حتى همين اعطيكم السعر مقدما، يعني جول 30 ما ابيعها تمام، جول زوجة 30 ما ابيعها، ثم ب 30 ابيعها. طاني قبل فترة 35 بيها ما بعت. هاي راحت. شوفوا شلون جنحين شباب، شوفوا ما شاء الله. هاي لا هفيت لا صافريت. هاي شوفت عينكم. على الحطة راح تروح تختفي. ما اشوفها ولا تشوفني. اللي يسأل ليش تبيعها؟ اني هسه ما دا انطي كلمة مضبوطة، دا اقول احتمال، خاف احد يخابرني يقول لي ها انت عارضتها، ما عارضها شباب، يعني مو اكيد القضية، بس جت فكرة ببالي قلت اذا لقيت وجبة فرخات بقى شباب راح دقولها هناك دقولها، انت اعترف، قلت اذا لقيت وجبة مثلا فد 150 200 رمان فرخات نجيبها نتونس عليها. حكي عدل؟ اذا لقيت وجبة فرخات 150 200 رمانيات حلوات ملقحات وامورهن تمام اجيبها
واطبقها هنا ندشرها ونصفها الابراج كلها بحيث اذا جبتها كلها ابيعها هاي الطيور. الجلدات التيادي 5-6 احولهن والارافل احولهن بهذا البرج اللي بالنص افرغن اياه وهاي الابراج كلها تفرق تنشال الحلال يصير كله فرخات حتى ذن شباب اذا وقفناهن يفيدنا للموسم الجاي. ليش نقعد نشمل وهالامور وهاي اي واحد ياخذها يتونس عليها بس يكون مو قريب عليها يعني حتى يعني يقدر يستفاد منها. هي طبعا هسه قطعه شوف راحت ما عاد حتى ما الرايه معلقتها شوفت عينكم الرايه معلقتها 35 طير 34 طير هن ذن اللي يبقون يعني احتمال ابيعها مو اكيد. شوف ما شاء الله شباب جتي يعني تاخرت نص ساعه شوي اقل يا والله ما صفرت الا لها فيتي بس هسه علقت الرايه بيها مجال بعد تروح. شباب عزلت الاراف اللي هنا أنا حتى خاف نجيب لنا بعد كم زوج لان صراحه عجبني كلش حلوات. هذا هنا هاي اربعه ولا هنا اثنين تمام هاي ثلاث ازواج اذا لقينا لنا بعد ثلاث اربع ازواج هم نحول نسويها. يا ترى شوف قبل ما كانت تنهزم بهذا الاتجاه هسه قامت تنهزم هيك وهذا الا حط الا بوجهها هذا شوي وضعيته من شلونها راحت. جتنا هذيك قوم ما دا اخبط الطيور ما دا اتونس على الطيور عجيبه ما اعرف ليش هسه هاي جتنا قوم يعني يصيرن قريبات واحدة من اللخ بس ما يخفض اي شباب. طبعا يعني تقريبا هو الفصل بدا يخلص وبعدين ربع ساعة بس انا دا اشيل الراية عليها من وقت صراحة دا افتح الحمر هسه صعدت فتحت الحمر كلهن طلعتهن تعرفون ان الطيور اللي جواهن بيض تلم يعني تكرمون دروق وهالامور طلعها درق على راحتها صفي امورها وبعدين عدين تقدر انت تطيرها هاي الحباري لا خبطنا طير لا خبط وياهن طير ولا شافن طير. طبعا ولد من الولد معلق لي قايل انا طيور هم نفس الحاله هيجي من ورا الصبغ والله ما اتصور يعني من الصبغ بس هي هاي الحبريات والرمانيات ما يطبن بالطيور البيض وهنا اغلبها تطير طيور بيض عاديه يعني هاي بس قباق وجود الصبغ هم ياثر اكيد هم بيتاثر بس مو فد نسبه كبيره انه نهائيا اني ليش هي مو كانت تروح مصبوغه اخضر تيجي جايبه طيور حمر مصبوغه احمر هي كانت مصبوغه اخضر بس هي طيور استوحشت هاي الموسم الجاي ذا يعني بقيناها ما طلعناها الموسم الجاي ما بقيها شباب قط طوير واحد ولف حله واحد واذا انباعت بعدها انباعت انا ما عندي واهس انه هسه هواي شفت ولد خليها زقها طلع وجبه شو تطلع وجبه انه كلها 35 طير 34 طير شو طلع 25 فرخه على شنو وزاق الطيور ومتعبها ومبين عليها الكبر ما تسوى شباب. فاذا حصلت وجبه مال الفرخات عدله ملقحه وامورها تمام اكنس ذني كلهن حتى الزبيريات. طب الزبيريات تراويناك زبيريات ما حد اضافه بس ابقي الارافل والتيادي والفرخات. التيادي هسه عندي فرخ شويه بدا يعني يتميز صبغته شوفوا شباب من هاي الوجبه مال التيادي خلينا نراويكم اياهن من هاي الوجبه مال التيادي عندنا ثلاثه هسه برزن انا اللي دا يبرز دا اسوي يعني شنو برزن شباب يعني بدن يطير من وقت حلو بدن يصعدن وينزلن
هذا معناه برزن. فهذا صبغته هيك، هذا صبغته هيك، هذا مال السيديه اللي لزم ورجع، وذاك الجولدن بالاخير. هذن ثلاثه امورهم تمام. هسه يصعد عليهن هذا، يصعد هذا عليهن، يصعد هذا عليهن، يصعد هذا، يصعد ذاك الاخ. نسيت ولهم بدا يتحرك شويه. فاي طير بدا يتميز دا الونه وانتبه له من اوغار حتى اشطر، اخاف يظل يعلى يفتح جنحه. وبنفس الوقت اخلي له حلقه رقم تليفون. هي هاي الوجبه اذا طلعنا بخمسه سته هاي نعمه. ادل على الوجبه الثانيه شوف شو طلع لنا فرخات همين من ذني، هم نقدر ندشر بعد ونطلع لنا وجبه حلوه. هاي خبرتنا البنزونه يوم يوم. عندي السفره ابو نواس. شو يا ابو نواس؟ لا والله شو يا ابو نواس؟ شنو ديل ابو نواس؟ انت شو وين شايف ابو نواس؟ صاير ابو نواس يخبل هناك كل اهل المشقوف شنو؟ المسقوف والسوالف. تتونس يعني، هم سياحه وهم اكل وشرب وهم عشاط وملاعب، ما عاد شو تريد؟ واهل الشي يسمونه هم موجودين. يعني تريده هيك تريده هيك كل شيء اكو. يعني ذني خلصنا شباب. وين كان هذا؟ فاحنا همين خلصنا وصلنا لنهاية المقطع. ان شاء الله تونستوا وان شاء الله اشتركتوا بالقناة وخليتوا لايكات، يعني رتبتونا ان شاء الله الامور نفس ما دا ارتب لكم الامور. اليوم نطير الزفيريات المقطع الجاي. وتعالوا على التيك توك، ارجع واقول لكم تعالوا على التيك توك. بس طب على التيك توك اكتب امجد الماجد طاش، بس الطوب اكتب تلقاني. يلا شباب تحياتي لكم.